نو، انا كنت هكلمك من نفسي. ليه وانا هستناكي تكلميني؟ مش كفايه استنيك كل ده عشان اخد حقي منك؟ ايه؟ وما انت فاكره ايه؟ هتدمري حياتنا كلنا ونسيبك تعيشي حياتك كده؟ او انت كده بقى كل ما تبص في المرايه هتعرفي انت عملتي ايه كويس قوي. عيشي بقى بده، انا برضه اطيب منك عشان الاذى اللي من بره ده كله ولا اي حاجه، وارحم بكتير من اللي عملتيه جوايا. نوع، أنا آسفة. آسفة على إيه؟ على إنك كنتي أختي؟ ولا على جوازتي وسمعتي إنه باظه؟ ولا على إنك كنتي واخداني في حضنك وبتطبطبي عليا وإنتي بتدمري حياتي؟ آسفة على إيه يا تمارا؟ أنا لما حد بيطبطب عليا ويقول لي معلش مبقتش عارفة أقول له شكرا ولا أطلع أجري. خليتيني واحدة مهزوزة شايفة كل الناس وحش، إذا كان أنا أصلا بقيت وحش. أنتي السبب، أنتي السبب في اللي حصل لك واللي حصل لي. عيشي بقى بالقرف اللي جواكي ده. إيه ده؟ أنتي هتمشي؟ آه خلاص بقى، أنا كنت جاية أطمن على تمارا. ميرسي أوي أوي. على إيه؟ ألف سلامة عليكي يا تمارا. باي باي. باي يا حبيبتي. ايه يا حبيبتي مالك؟ ايه بتعيطي كده ليه؟ ايه اللي مزعلك؟ مالك؟ دي نو. ما انا عارفه انها نو. نو هي اللي عملت كده؟ وسبتيها تمشي؟ مامي انت اتجننتي؟ بصي ما تعمليش حاجه. ما اعملش حاجه يعني ايه وانت تسيبيها تمشي؟ ارجوكي ما تعمليش حاجه لو سمحتي. انت هتجننيني يا تمارا؟ انا هقوم اجيبها دلوقتي. لا لا مامي بجد وشي ما ينفعش كده. ازاي تسيبيها تمشي؟ انا اساسا كنت فاكره كل اللي حصل لك ده من ورا يوسف. ده حقها وهي خدته مني وانا مش عايزه حد يجي جنبها. انت هتجننيني هتجننيني. ولو سمحتي ما تجيبيش سيره لزياد ارجوكي. انا بقيتش عارفه اعمل ايه. انا كمان انا اللي مش عارفه هعمل ايه. هعمل ايه؟ ممكن تهدي بقى عشان خاطري؟ تمارا ما ينفعش كده. حاسبي وشك. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.